بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا ربي صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليكم أينما كنتم وحللتم سيداتي سادتي في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من برنامج واحد من ثلاثة. هذا البرنامج اللي في رحاب نكون في رحاب مسابقة، في رحاب أهل البيت عليهم السلام، وفي رحاب الأحاديث والآداب والسنن والقرآن الكريم، ومواضيع متعددة كما يعني تعودنا فيها في كل حلقة من حلقات البرنامج. ألف تحية وسلام لكم، ومباشرة خلي نخرج إلى فاصل أول، ومن بعده نكون في خدمتكم ومع اتصالاتكم ومشاركاتكم. ابقوا معنا. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحلقة أخرى من برنامج واحد من ثلاثة لأحبائنا الكرام اللي يتابعون الحلقة في هذا اليوم بالتحديد. البرنامج 14 سؤال على عدد المعصومين 14، 14 رقم سيظهر الآن على الشاشة حتى نكون في رحاب فرد شرح مبسط حتى نبدأ المسابقة مع اتصالاتكم ومشاركاتكم بإذنه تعالى. مثل ما تتابعون مشاهدينا من 1 إلى 14، المشاهد الكريم بإمكانه أن يختار رقم واحد من هذه الأرقام ويدخل إلى سؤال. السؤال فيه ثلاثة اختيارات، اختيار واحد من هذه الاختيارات هو الإجابة الصحيحة. لديك أيها المشاهد الكريم دقيقة واحدة حتى تفكر وتشارك أهلك وأحبائك بالإجابة، لا تستعجل أبدا بأن تجيب سريعا، لأن الإجابة تعتبر نهائية. إذا كانت صحيحة فخير على خير، إذا كانت ليست صحيحة فنقول لك حظ أوفر في مشاركة أخرى. فأريد من كل مشاهدينا وأحبائنا أن يكونون على تأني بالإجابة، متأكد من أول الدقيقة بإمكانك تجاوب، لكن الإجابة تكون نهائية بإذنه تبارك وتعالى. باسمكم جميعا قبل أن نبدأ بالمشاركات مع مشاهدينا وأحبائنا، ننوه للجميع أن هذه الحلقة قبل محرم تعتبر آخر حلقة لهذا الموسم هذه الأشهر الثلاثة اللي دخلنا بها. سنعود إذا شاء الله وأعطانا الحياة، نعود بعد محرم وصفر بإذنه تبارك وتعالى. حبيت أنوه حتى نكون سوية إن شاء الله في حلقة هذا اليوم ونأخذ المشاركات، وأتمنى مثل ما دعيت في الحلقة السابقة بأن تكون كل الإجابات صحيحة. يا رب أن تكون كل إجابات مشاهدينا صحيحة. سلام على سادة محمد وآله الطيبين الطاهرين، حياكم بياكم، وصلوا على محمد وآل محمد. وأول اتصال معنا نأخذه أحمد من العمارة. أهلا يا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أحمد، يسددك ويحفظك. شلونك أحمد؟ طول عمرك يا عزيزي. أهلنا بالعمارة كلهم طيبين إن شاء الله. حياك أحمد، ما أدري أول مرة أشارك وياي أحمد؟ أول مرة. يلا ما أنا أسمع صوتك إن شاء الله دائما في برنامج واحد من ثلاثة، دائما دائما إن شاء الله. أحمد، يحتاج أوضح لك الأجواء للبرنامج والأمور طيبة؟ أوضح لك أجواء البرنامج لو تعرف ال أعرف أنا متابعكم بس يعني أول مرة أشارك. يلا يلا حبيبي، أخذ لنا رقم من 1 إلى 14، اختار لي رقم يا حبيبي. رقم 7 إن شاء الله. رقم 7، يعني انت محضر روحك قبل ما تتصل قول اليوم اختار رقم 7 مو احمد؟ يلا كل التوفيق لك، روح الى رقم 7. قبل ما اعطيك السؤال احمد، اريد منك ما تستعجل بالاجابه، عندك دقيقه مرتاح تجاوبني خلالها، كود ما تعبر الدقيقه، هذه الدقيقه عندك اجابه صحيحه انطيني اياها، ما عندك اجابه بامكانك ان يشاركوك اهلك واحبائك باذنه تعالى، لكن لا نستعجل. يلا
السؤال السابع يقول: أيها الكريم مشاهدنا أحمد من العمارة وكل مشاهدينا كرماء وأعزاء علينا، السؤال رقم 7 يقول: من هو الشخص الذي اشتهر بمناظرة الإمام الجواد عليه السلام في مجالس كثيرة؟ هل هو يحيى بن أكثم؟ أم هو معاذ ابن ساهر النصراني؟ أم هو المقداد ابن إبراهيم؟ أحمد، نزل التوقيت في هذه اللحظات، لا تستعجل أحمد، ركز لي. من هو الشخص الذي اشتهر بمناظرة الإمام الجواد عليه السلام في مجالس كثيرة؟ يحيى بن أكثم، معاذ ابن ساهر النصراني، المقداد ابن إبراهيم؟ التوقيت يحيى ابن أكثم. أنت جاوبتني، متأكد من الإجابة؟ قاريها، سامحها إن شاء الله. مباشرة أنت انطيت إجابة، وشنو نقول؟ إجابة صحيحة وموفقة. ألف تحية وسلام أحمد، بداية طيبة، اللهم صل على محمد وآل محمد. هديتها إليك يا أحمد من العمارة، إجابة موفقة وصحيحة، يحيى بن أكثم هي الإجابة الصحيحة. أحمد، انطيني اسم ثلاثي لو سمحت يا نور عيني. أحمد قاسم عبد الزهرة. والنعم سيدنا العزيز أحمد عبد أحمد قاسم عبد الزهرة. أحمد قاسم عبد الزهرة من العمارة. كثير الشكر لك أحمد، وأريدك تتابعنا إلى نهاية الحلقة لو سمحت، وأتمنى لك التوفيق ولكل مشاهدينا ومتابعينا أينما كانوا وحلوا. شكرا أحمد، دخلت ويانا قرعة حلقة هذا اليوم، واللي هي تعد الحلقة الأخيرة قبل شهر محرم وصفر، وإن شاء الله الله يعودها علينا وعليكم بعافية وخير. مباشرة إلى السؤال، ويعني حقيقة من أهداف البرنامج أنه نكتسب فرد معلومة في نهاية الحلقة، مجموعة معلومات نأخذها في رحاب أهل البيت، في رحاب القرآن، في رحاب السيرة، في رحاب الآداب والسنن، مواضيع متعددة. المهم في برنامجنا أنه نكتسب معلومة. جيد، خلنا نأخذ فرد جو عام للإجابة عن سؤالنا: من هو الشخص الذي اشتهر بمناظرة الإمام الجواد عليه السلام في مجالس كثيرة؟ أحمد من العمارة إجابته صحيحة، يحيى بن أكثم. إجابة وافية، حدثت في زمن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عدة مناظرات، ظهر تفوقه العلمي روحي له الفداء أمام علماء عصره، ومنها كانت إحدى أهم مناظرات الإمام الجواد عليه السلام أيام خلافة المأمون العباسي في بغداد مع يحيى بن أكثم قاضي القضاة آنذاك. وكان سبب إجراء المناظرة أنه لما طلب المأمون من الإمام الجواد عليه السلام الزواج من ابنته أم الفضل، بلغ ذلك العباسيين فاشتد عليهم واستكبروا واعترضوا عليه، فقال لهم المأمون: إن شئتم فامتحنوا أبا جعفر عليه السلام بما يتبين لكم بما ما وصفت من حاله. فقبلوا بذلك وخرجوا من عنده، واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم، أنه يسأل الإمام الجواد عليه السلام على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها. فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه، وحضر معهم يحيى بن أكثم، فابتدأ يحيى بالسؤال. ماذا قال؟ قال للإمام عليه السلام: ما تقول؟ جعلني الله فداك في محرم قتل صيدا. فطرح الإمام الجواد عليه السلام وجوه متعددة ومختلفة للمسألة، وقال ليحيى: أي الوجوه تعنيها؟ فتحير يحيى بن أكثم وبان على وجهه العجز والانقطاع، ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره، عرفوا أنه ما يقدر يجاوب بعد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أجاب الإمام روحي له الفداء على نفس المسألة بكل فروعها وجزئياتها. عند ذلك أذعن كل الحاضرين بما فيهم علماء بني العباس بعلم الإمام الباقر روحي له الفداء الواثر. فالإجابة الصحيحة هو يحيى بن أكثم، هو أكثر من كان يناظر الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. إجابة موفقة أحمد، شكرا كثيرا، وأتمنى تكون المعلومة أيضا رسخت في أذهانكم. هنأخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
الأخت يسرى من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله الأخت الكريمة، مرحبا بكم. يسرى أيضا أول مرة شاركوني أنا صحيح؟ أي نعم أي نعم أول. جيد يسرى، متابعة البرنامج بشكل عام؟ أي نعم. يلا شنو الرقم اللي تم الإجابة عليه؟ اللي تم الاختيار؟ متابعة؟ رقم 7. اللي قبلي؟ أي رقم 7 تم الإجابة عليه، ماكو مشكلة يسرى. اختاري لي رقم من 1 إلى 14 غير رقم 7. 5. يلا روح لرقم 5 ونتعرف على هذا الرقم في جعبته من سؤال، وأتمنى التوفيق والتزيد إلى كل متابعينا. بداية موفقة وطيبة لأحمد، وكما قلت أتمنى أن تكون كل إجابات أحبائنا مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية متابعي برنامج 1 من 3، أتمنى أن تكون كل الإجابات صحيحة إن شاء الله. يسرى السؤال رقم 5 نزل على الشاشة، يقول من من الشهداء في واقعة الطف؟ أي اسمعيني حتى أنطيك الأجواء كاملة. من من الشهداء في واقعة الطف كان يرى نفسه بين الجنة والنار واختار الجنة بكل فخر؟ هل هو الطرماح ابن عدي، أم بشر ابن غالب، أم الحر ابن يزيد؟ عندك دقيقة يسرى، لا تستعجلين أبدا. من من الشهداء في واقعة الطف كان يرى نفسه بين الجنة والنار واختار الجنة بكل فخر؟ الطرماح بن عدي، أم بشر بن غالب، أم الحر بن يزيد؟ عندك 45 ثانية، استقري تماما. والله أقول الحر، الحر بن يزيد. حر بن يزيد بكل الأحوال. أنت جاوبتوا يعني مو الطرماح ولا بشر، مو الطرماح ولا بشر، الحر بن يزيد. يلا انطوها الإجابة الصحيحة والموفقة للأخت يسرى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إجابة صحيحة للأخت يسرى. شكرا الآن. شكرا يسرى. أنطيني اسم ثلاثي لو سمحتي. يسرى علي عبيد. يسرى علي عبيد. يسرى علي عبيد من بغداد. شكرا كثيرا، وأيضا نتمنى أنه من جنابكم تتابعونا إلى نهاية الحلقة حتى نعرف الفائز في حلقة هذا اليوم. شكرا شكرا كثيرا شكرا كثيرا. يا الله هذا الاسم نجهزه على أفضل ما يكون، وصار عندنا لحد الآن إجابتين صحيحات، ويا رب كل إجابات صحيحة وموفقة. نحن بجوار أيام شهر محرم الحرام، أليس كذلك؟ وأيام محرم يعني الحسين، يعني آل بيت الحسين، يعني الشهداء السعداء الذين ناصروا سيد الشهداء الحسين. منهم من خير نفسه بين الجنة والنار واختار الجنة بنصرته، بتوبته أول شيء بين يدي سيد الشهداء الحسين، ومن ثم قتال بين يدي سيد الشهداء الحسين. الإجابة الصحيحة لسؤال من من الشهداء في واقعة الطف كان يرى نفسه بين الجنة والنار واختار الجنة بكل فخر هو الحر ابن يزيد الرياحي. تذكر الروايات أن الحر رضوان الله تعالى عليه لما رأى أسرار القوم على قتال الإمام الحسين سلام الله عليه بدأ يفكر في أمره، وأقبل يدنو نحو الحسين عليه السلام قليلا قليلا، فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر ابن أوس: ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذه مثل العرواء، فقال له كما تذكر الرواية: يا ابن يزيد والله إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل الشيء أراه الآن، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة رجلا ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟ الوضع اللي أنت تكون به غريب، شنو الجواب؟ قال: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، والله والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. ثم ضرب فرسه فلحق بالإمام الحسين عليه السلام ووقف بين يدي الإمام روحي له الفداء، معلنا توبته: سيدي هل لي من توبة؟ قائلا: إني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي،
ومواسيا إليك بنفسي حتى أموت بين يديك، أفتر في ذلك أفتر ذلك لي توبة؟ قال حبيبنا سيد الشهداء الإمام الحسين، اللي احنا متعطشين إلى ذكره وإلى ذكر قضيته ومصابه بعد أيام إذا شاء الله سبحانه وتعالى، قال الإمام روحي له الفداء: نعم الله يتوب الله عليك ويغفر لك. استأذن الحر الإمام الحسين عليه السلام للقتال فأذن له، فحمل على جيش ابن سعد وهو يرتجز ويقول، ماذا كان يقول؟ الأرجوزة: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بلاد الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. ختامها مسك، وقاتل قتال الأبطال، ثم أحاطوا به من كل صوب وحدب وأردوه قتيلا. فأتاه الإمام الحسين سلام الله عليه ودمه يشخب، فقال: بخ بخ يا حر، أنت حر كما سميت في الدنيا والآخرة. هنيئا للحر، هنيئا للشهداء السعداء الأبرار الأخيار الأوفياء لسيد الشهداء الحسين عليه السلام. كانت هذه الإجابة الوافية إلى هذا السؤال. شكرا كثيرا يسرى، إجابتكم صحيحة. رقم 5 رقم 7 تم الإجابة عليهم. خلنا نأخذ محمد من الناصرية. حيا الله أستاذ محمد، مرحبا بك. شلونكم غاد؟ شلون صحتكم؟ أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. الله إن شاء الله، الله يحفظكم. شلون الصحة يا رب؟ بخير رحم الله، الله يسلمكم. حياك أستاذ محمد، متابع الحلقة على البرنامج هذا الحلو. الله يسلمك. إلك الخير، إلك الخير. شكرا كثيرا محمد. محمد أشكرك. رقم 5 رقم 7 تم الإجابة عليهم، اللي هن بالألوان الرصاصي، اللي باقي بالألوان الأصفر ممكن تشارك بهن، اختار لي رقم. الله يسلمك. رقم 12 يلا رقم 12 يا محمد يقول: الله يسلمك. من القائل؟ كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. من القائل؟ كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أم الإمام علي عليه السلام، أم السيدة الزهراء عليه السلام؟ نزل التوقيت، لا تستعجل يا محمد. نعم. ركز، على كيفك، إذا يمك أحد يساعدك فالشيء جيد. أنا أتمنى دعواتنا تكون مستجابة مثل حلقتنا الماضية، تكون كل المشاركات اللي تجينا كلها إجابات صحيحة. عندك من هذا التوقيت تقريبا 40 ثانية تقدر تركز. من هو القائل؟ كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. النبي الأكرم، الإمام علي، السيدة الزهراء عليها السلام. الإمام علي عليه السلام. يعني أنت في تساؤل، جاوبتني. وبكل الأحوال إحنا الإجابة كيف ما تكون هي تعتبر إجابة نهائية في البرنامج حسب قانون البرنامج. و يلا يلا إلك الإجابة الصحيحة. موفق ومسدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله، أحسنت محمد. طيني اسم ثلاثة محمد. محمد خلف عواد. خلف محمد شرف عواد. عواد من الناصرية. الناصرية. جميل جدا. شكرا محمد، سعداء بأن تشارك معنا نور عيني. ممنون ممنون. سعيد جدا بمشاركتك معنا، شكرا كثيرا. لطيف لحد الآن مشاركات من 3 محافظات، وإن شاء الله أريد اللوحة التشكيلية تتكامل من كل محافظات يشاركون ويانا. العمارة، بغداد والناصرية، والبرنامج متواصل لحد الآن 3 إجابات صحيحة وموفقة. ورد في كتاب نهج البلاغة مشاهدينا وإخواننا وأعزائنا، فطالما سمعنا هذا الحديث كثيرا، ما أن يأتي عيد الفطر وعيد الأضحى، صح ولا لا؟ من القائل كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد؟ الإجابة هنا جاوب محمد من الناصرية أنه الإمام علي عليه السلام، كانت إجابة صحيحة وموفقة. ورد في كتاب نهج البلاغة الصفحة 852، روي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين روحي له الفداء،
علي بن أبي طالب قال كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة مشاهدينا وأعزائنا في كل مكان. وننتقل إلى مشاركة أخرى بإذنه تبارك وتعالى. سلام عليكم حياكم. يلا خلي بس أركز مرة ثانية أن أقول لمشاهدينا الكرام لدينا الآن ركزنا رقم 12 شانت الإجابة عليها ثلاثة. جيد رقم 12 تم الإجابة عليها. رقم 5 و7 و12 تم الإجابة عليهم لمشاهدينا الكرام يختارون غير هذه الأرقام. جيد مشاركة أخرى من العمارة محمد معانا. سلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة الأحوال يا رب بخير. الحمد لله. حي الله. حي الله محمد. الله يزيد توفيقك. الله. محمد. نعم. رقم 5 رقم 7 رقم 12 تم الإجابة عليهم. اختار لي غير رقم إذا أحببت المشاركة. تفضل. إن شاء الله رقم 14 جاد فضلكم. فدوى أروح لك. حياك حياك. رقم 14 إلى جيد. رقم 14 هو في رحابي ذكري صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال يقول ورد عن الإمام السجاد عليه آلاف التحية وآلاف السلام أنه قال من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا عجل الله فرجه أعطاه الله أجر. هنا السؤال ما هو الأجر الذي يتحصل عليه الموالي طبق ما قاله الإمام روحي له الفداء الإمام السجاد عليه السلام؟ هل أجر شهيد من شهداء بدر وأحد أم أجر 100 شهيد من شهداء بدر أم أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد؟ يعني شهيد واحد أم 100 أم 1000؟ والتوقيت عندك براحتك. عندك الآن 50 ثانية ركز لي وانطيني إجابة. الإمام السجاد من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجره. شهيد لو 100 لو 1000 حسب الاختيارات اللي موجودة. نعم أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد إن شاء الله. قاري هذا الحديث محمد. نعم ما علينا. ما عليك. أحسنتم أجدتم والإجابة صحيحة وموفقة. اللهم صل على محمد وآل محمد. دلالة أنه أحبائنا وأخواننا وأعزائنا ومشاهدينا لديهم ما شاء الله ثقافة طيبة يعني أسئلة متنوعة وتكون الإجابة صحيحة وموفقة. محمد إن شاء الله. محمد نعم. رقم 14 تم الإجابة تمام. وانطيني اسم ثلاثي لو سمحت. محمد علي. محمد علي. قاسم. قاسم. عبد الزهرة. عبد الزهرة من العمارة. بلي. محمد شكرا لك يا نور عيني. أيضا دخلت ويانا قرعة حلقة هذا اليوم. تمام هاي الورقة نجهزها ووين بالمكان الخاص بالإجابات الصحيحة. رقم 14 فيه كما قلنا السؤال في رحابي ذكر إمامنا زين العابدين ذكر إمامنا صاحب الزمان أرواحنا فداه والأجر الكبير الذي تحصل عليه الإنسان الذي يثبت على موالاة أهل البيت عليهم السلام في غيبة قائم آل محمد روحي له الفداء. ورد في كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي الجزء 52 صفحة 125 عن الإمام أبي محمد علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. الله يأجرنا جميعا بأن نكون ثابتين على ولاية محمد وآل محمد وأن نكون ممهدين لدولة صاحب العصر والزمان وأن نكون مقبولين عنده بإذنه تبارك وتعالى ومن الناصرين له ومن الخدام الأوفياء. آمين يا رب العالمين. شكرا لك محمد. جميل جدا. الآن الإجابات 4 مشاركات بأربع إجابات صحيحة وموفقة. 5 رقم 5 رقم 7 رقم 12 رقم 14. نأخذ اتصال آخر ونشوف مشاهدين الكرام بأي الأرقام يختارون.
هدى من النجف الاتصال القادم. سلام عليكم أخت هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلي على محمد وآله. يا ربي صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وسلام على من أنتم بالجوار مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يلا هدى، رقم 5 و7 و12 و14 تم الإجابة عليهم، اختاري لي غير هذه الأرقام. 3. رقم 3، يلا. رقم 3، يا رب صلي على محمد وآل محمد. رقم 3 يقول لكم يا هدى من النجف الأشرف، كم هي وياي هدى؟ مركزة وياي؟ يلا. كم هي المدة التي كانت بين قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام في قوله تبارك وتعالى لآية 89 من سورة يونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال قد أجيبت دعوتكما. كم كانت المدة بين هذه الآية وبين أن عرفه الله الإجابة، تمت الإجابة على دعوته؟ هل 70 يوما أم 7 أشهر أم 40 سنة؟ نزل التوقيت هدى، لا تستعجلين وانطيني إجابة. كم هي؟ لا براحتك براحتك، لا يعني لا تستعجلين، عندك 50 ثانية، وقت كلش طويل بإمكانكم تركزون. كم هي المدة التي كانت بين قول الله عز وجل اللي ذكرناه قال قد أجيبت دعوتكما، كم كانت بين قول الله عز وجل وبين أن عرفه الله الإجابة؟ هل 70 يوما، 7 أشهر؟ يعني أنت جاوبتيني، والإجابة دائما تكون نهائية في البرنامج حسب قانون البرنامج. إحنا نريد مشاهدينا وإخواننا وأعزائنا يركزون بالإجابة، إذا كان يمهم أحد يشاركهم يساعدهم بالإجابة حتى تكون إجاباتهم موفقة وصحيحة. على كل حال جنابكم أخت هدى قلتي 40 سنة والإجابة صحيحة صحيحة صحيحة. اللهم صل على محمد. جميل جدا. هدى انطيني اسم ثلاثي. صلى على محمد وآله. احنا دائما نتابع هذا البرنامج، يزودنا المعلومات عن الدين، نتعرف عن يعني الدين. هذا من فضل الله، وهذه هذه امنيتنا ان تكون المعلومه لكم. يعني دائما سباقه. اللهم صل على محمد. هدى انطيني اسم ثلاثي لو سمحتي. هدى. نعم. انطيني اسم ثلاثي لو سمحتي. هدى مسلم شنشور. هدى المرة الثانية. مسلم. 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 شنشور من النجف. تمام. الله هدى تابعينا لنهاية الحلقة لو سمحتي. نعم. تمام. نعم. شكرا كثيرا لمشاركتكم. لطيف جدا. 5 مشاركات بـ5 إجابات. صح لو لا؟ شكرا لله على ما أنعم. شو كان عندنا رقم 3 أيضا تم الإجابة عليه. المدة بين قول الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما وبين أن عرف الله موسى وهارون الإجابة كانت 40 سنة كما قالت الأخت الكريمة هدى، بما ذكره ما ذكر في كتاب الخصال الجزء الثاني صفحة 935 عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال كان بين أن قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام قال قد أجيبت دعوتكما وبين أن عرفه الله تعالى الإجابة 40 سنة. إذن هذه الإجابة الصحيحة إن شاء الله. كل التوفيق لكل المتابعين والمشاهدين، أريدكم تركزون، لكن الحمد لله لحد هذه اللحظة الإجابات موفقة، الإجابات صحيحة وتفرح القلب على كل حال. إذن صار عندنا هسه شنو؟ رقم 3، رقم 5، رقم 7، رقم 12 ورقم 14. 5 من أصل 14. عندنا 9 أسئلة جاهزة لكل مشاهدينا ومتابعينا أينما كانوا حلوا. والمش يلا ناخذ كاظم من بغداد الاتصال القادم. مرحبا يا كاظم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ كاظم. شوف
شلونكم عيني؟ إذا أنت بخير إحنا بخير كاظم. الله يسلمك عيني الله يسلمك. كاظم تابعت الحلقة من بدايتها؟ أي متابعها. يلا عندنا 5 أسئلة تم الإجابة عليهم، رقم 3، رقم 5، رقم 7، 12، 14. اختار لي غير هذا. يلا نروح إلى رقم. يلا تمام. رقم 10 يقول لك يا كاظم، أريدك تركز لي كاظم وما تستعجل بالإجابة، تمام؟ إن شاء الله. جيد. سؤال رقم 10 يقول: يعد من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وممن روى عن، عندنا شخصيات 3، هل هو جابر ابن عبد الله الأنصاري، أم هو نوح ابن دراج النخعي الكوفي، أم هو علي بن مهزيار الأهوازي؟ نزل التوقيت لا تستعجل كاظم، وأتمنى أن تكون إجابتك موفقة وصحيحة. يعد من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وممن روى عنه، هل هو جابر ابن عبد الله الأنصاري، أم هو نوح ابن دراج النخعي الكوفي، أم هو علي بن مهزيار الأهوازي؟ عندك 30 ثانية، تستعجل. الثالث. أي علي بن مهزيار. أي يعني مو جابر. لا الثالث. يعني هو متأكد يا كاظم. يلا نطول إجابة الصحيحة، موفق ومسدد إن شاء الله. يا رب صلي على محمد وآل محمد. جميل جدا جدا جدا، أحسنت كاظم. كاظم اعطيني اسم 3 ينور عيني. كاظم مصطفى بهدي. خلنا ناخذ الورقة عندي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. كاظم مصطفى بهدي. مصطفى بهدي. تمام. من بغداد. اي من بغداد. أستاذ كاظم تابعنا لنهاية الحلقة؟ إن شاء الله حتى نجري القرعة وبالتالي نعرف من هو الفائز في حلقة هذا اليوم. اللهم زد وبارك أن تكون كل إجابات أحبائنا صحيحة وموفقة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. رقم 10 اللي جاوب عليه عزيزنا كاظم من بغداد كان السؤال: يعد من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وممن روى عنه. طرحنا 3 اختيارات، هل هو جابر بن عبد الله الأنصاري، أم هو نوح بن دراج النخعي الكوفي، أم هو علي بن مهزيار الأهوازي؟ والإجابة كانت موفقة، هو علي بن مهزيار الأهوازي. خلينا نأخذ أول شيء معلومة: لقد بلغ عدد أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وممن روى عنه 120 شخص، حيث رووا عنه 240 حديث في الفقه والتفسير والعقيدة وغير ذلك. أما قلة هذه الروايات فيعود سببها إلى الظروف العصيب أو الظرف العصيب الذي عاشه الإمام الجواد عليه السلام تحت سيطرة الطغمة الحاكمة وإلى قصر عمره الشريف. نعرف كنا أن الإمام الجواد عليه السلام استشهد وعمره 25 سنة، روحي له الفداء، أقل عمر من أعمار أئمتنا عليهم السلام، استشهدوا روحي لهم الفداء. وكان ممن روى عن الإمام الجواد عليه السلام وصاحبه هو علي بن مهزيار وأحمد بن أبي نصر البيزنطي وزكريا بن آدم ومحمد بن إسماعيل وحسين بن سعيد الأهوازي وأحمد بن أبي عبد الله البرقي. إذن كان الاختيارات من ضمنها علي بن مهزيار الأهوازي هو ممن روى عن الإمام الجواد عليه آلاف والتحية والسلام. احنا الآن أيضا نثبت رقم 10 تم الإجابة عليه والحمد لله رب العالمين، ونأخذ اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسين؟ نعم. حسين مين؟ حسين تتصل علينا؟ حسين جلال الدين من البصرة. حياك يا حسين، مرحبا بيك وبأهلنا بالبصرة كلهم. شلونك؟ حياك حسين، كل الهلا. حسين؟ نعم. كم سؤال تم الإجابة عليهم؟ حسبتهم لو لا؟ لا ما حسبتهم. غير تحسب لنا اياها من بدايه الحلقه لي هسه 6 اجابات صحيحه، وان شاء الله انت السابع باذنه تبارك وتعالى. حسين رقم 3، رقم 5، رقم 7، هي الارقام طبعا من 1 إلى 14، بس اللي تم الاجابه عليهم 3 5 7 10 12 14. اختار لي غير هذه. 13. 13
نعم. يا الله إلى رقم 13. إرادة تركيز هذا السؤال يا عزيزنا حسين من البصرة. السؤال يقول: ما هي المناسبة؟ إن شاء الله تتحقق الأمنية أنه تكون كل إجابات مشاهدينا كما في الحلقة السابقة كلها صحيحة. أريدك تركز يا عزيزنا حسين، إن شاء الله إجابتك موفقة. ما هي المناسبة التي صادفت في يوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 13 للبعثة؟ هل المناسبة هي زواج الإمام علي من الزهراء روحي له الفداء، أم هي هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أم هي كانت بداية الغيبة الكبرى؟ التوقيت نزل عندك يا حسين، ما أريدك تستعجل، أريدك تركز بالإجابة. إذا يمك أحد يشاركك إخواني، التوقيت نزل عندنا. تمام، نزل التوقيت إليك يا حسين. السؤال كان يقول: ما هي المناسبة التي صادفت في يوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 13 للبعثة؟ هل زواج علي من فاطمة عليهم السلام، أم هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أم بدأت الغيبة الكبرى؟ هاي يا حسين عندك 20 ثانية، ركزي خلال 10 ثواني وانطيني إجابة. حسين إذا خلص التوقيت. بداية الغيبة الكبرى. بداية الغيبة الكبرى، أنت جاوبتني يا حسين والإجابة غير دقيقة للأسف للأسف للأسف. حسين سامحنا، اختار لي رقم آخر يا حسين من 1 إلى 14. رقم 12. حديثك من أمير المؤمنين يقول لك ولنا ولكل المؤمنين والمؤمنات. فرد سؤال طرح على مولانا أمير المؤمنين، سئل عن الإيمان روحي له الفداء، أجاب قال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. حسين حظ أوفر لك بمشاركة أخرى إن شاء الله، سامحنا على كل حال وشكرا كثيرا لمشاركتك معنا. ناخذ مشاركة أخرى ونستفيد من الوقت اللي عدنا بإذنه تبارك وتعالى. يلا إلهام من البصرة الاتصال القادم. السلام عليكم سيد علاء. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله الأخت الكريمة. الله يحييك يسددكم إن شاء الله. إلهام تابعت حلقة هذا اليوم؟ إن شاء الله تابعتي. يلا إلهام اختاري لي رقم غير الأرقام الستة اللي تم الإجابة عليهم، 3 5 7 10 12 14. رقم 2. إن شاء الله. يلا خير على خير. إن شاء الله خير. رقم 2 يقول لكم مباشرة، اختارت إلهام رقم 2، ندخل إلى رقم 2. أحد السفراء الأربعة. تمام إلهام تسمعيني؟ إن شاء الله إن شاء الله تسمع. أحد السفراء أحد السفراء الأربعة له كرامة، حيث أخبر بموت أحد العلماء في الري وهو والد الشيخ الصدوق ساعة وفاته، فمن هو؟ هل هو عثمان بن سعيد العمري، أم هو الحسين بن روح النوبختي، أم هو علي بن محمد السمري؟ نزل التوقيت. سفراء عندنا أربعة، احنا أخذنا سبعهم 3، ياهم من عندهم كانت له كرامة وأخبر بموت أحد العلماء في الري وهو والد الشيخ الصدوق ساعة وفاته، فمن هو؟ عثمان بن سعيد العمري، أم هو الحسين بن روح النوبختي، أم هو علي بن محمد السمري؟ إن شاء الله جواب الثاني. جواب الثاني؟ إن شاء الله. الحسين بن روح النوبختي؟ إن شاء الله. إلهام الإجابة غير دقيقة، سامحينا جدا جدا جدا. إلهام اختاري رقم غير رقم 12 من 1 إلى 14. سامحينا كثيرا إلهام. رقم 4.
رقم أربعة أيضا هديتكم بحديث مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يقول لكم يا إلهام ولنا ولكل المؤمنين والمؤمنات: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. أهل البيت لطالما أكدوا في أحاديثهم بأن يكون المسلم، أن يكون المؤمن الموالي لمحمد وآل محمد صاحب أخلاق سامية إن شاء الله، وكلكم إن شاء الله أصحاب أخلاق سامية. على كل حال حظ أوفر لكم يا إلهام. إحنا ما نريد المشاهد الكريم اللي يشارك ويانا وقد يكون الإجابة مات مو دقيقة يضايق ولا يضوج، حظ أوفر إلى في مشاركة أخرى بإذنه تعالى إذا الله أعطانا الحياة بعد محرم وصفر، بعد أن نكون في طاعة لله وإحياء لأمر الله تبارك وتعالى وتصديقا لقول الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نكون في إحياء لأمر محمد وآل محمد، لا سيما قضية سيد الشهداء الإمام الحسين اللي أكد عليها أهل البيت عليهم السلام كثيرا كثيرا كثيرا. فإن شاء الله حظ أوفر لكم في مشاركات أخرى. ونأخذ أبو مصطفى من الديوانية. حيا الله أبو مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أبو مصطفى. مولانا حياك الله إن شاء الله. إذا أنت بخير إحنا بخير، وحياك وبياك نورعين. هذين البيتين لك أول شيء. حياك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقصد وزور حسين مشيا على الأجدام وأحصر سواد العين للما شرب ماي. أحسنت وأجدت. مأجور إن شاء الله بكل كلمة تذكرها ونحن بجواري شهري محرم الحرام. مأجور إن شاء الله أبو مصطفى نورعيني. الله يسلمك بعد عمر مولاي. الله يحفظك. حياك حياك أبو مصطفى. نختار لنا فد رقم نستفيد من الوقت اللي عندنا. عندنا احنا رقم 3 و5 و7 و10 و12. كيفك انت تشرب الشاي تشارك ويانا شنو يعجبك براحتك. والله مولاي الشاي جابوا لي الشاي والمقص بيد ارد افصل التكه مع الموقف. مهجور يا نور عيني. يلا اختار لنا رقم، اختار لنا تستفيد من الوقت. ان شاء الله رقم 1. رقم 1 يلا حتى تكون على بين بما في رحاب جعبتي. سؤال رقم 1. تمام تسمعني أبو مصطفى؟ إن شاء الله مولانا. يلا تمام. السؤال رقم 1 يقول: ورد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر، يعني سمعت الإمام الصادق لو سمعت الإمام الباقر عليهم السلام، يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع. ماذا؟ ما هو الأمر المهم الذي أوصى به أئمتنا عليهم السلام؟ هل فلا يدع الصلاة، أم لا يدع الأمر بالمعروف، أم لا يدع زيارة المظلوم؟ ركز على كيفك أبو. المظلوم يعني أنت جاوب السريع نور عيني أبو مصطفى. لا أنا ما جاوب بس أخير شيء. يلا يلا أنت بعد إحنا نطينا إجابة. عيد لي الأجوبة بس عيد لي. أبو مصطفى اعطيني مجال، اعطيني مجال. أنت قلتها وإحنا إجابة تعتبر نهائية وإجابتك صحيحة حتى لن تعبر. إن شاء الله إن شاء الله. إجابتك صحيحة أبو مصطفى نور عيني. أبو مصطفى اعطيني اسم ثلاثي حبيبي. إن شاء الله هو زيارة المظلوم. حياك. أبو مصطفى اعطيني اسم ثلاثي. أبو مصطفى كريم عودة معيوف من الديوانية. كريم عودة معيوف من الديوانية. أنا ترى فايز بديت الحلقة، يعني الحلقات اللي هي هلا بيك. قلت لك أي وقت يعجبك تجي تشرف أبو مصطفى نور عيني. الله يسلمك. تشرف. أرسلتكم الدعاء والزيارة. شكرا ولا تنسانا من دعواتك في رحاب خدمتك لسيد الشهداء في أيامنا القادمة. شكرا أبو مصطفى. في أمان الله وحفظه ورعايته. أبو مصطفى شكرا لك. يعني كان أبو مصطفى آخر مشاركة معنا في برنامجنا لهذا اليوم. مباشرة إلى إجابة السؤال لو سمحتم إن شاء الله. ورد في كتاب كامل الزيارات لابن قولوه القمي ما ورد عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السلام يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. وهنا يذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من العالم كله يشتاق إلى زيارة المظلوم. المظلوم هو سيد الشهداء سلام الله عليه. قلت: ومن هو
قال روحي له الفداء الإمام الباقر أو الصادق؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء منته شوقا إليه وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. هنيالكم بالعافية عليكم زوار حبيبنا الإمام الحسين، الله يتقبل أعمالكم وتمضي الأيام وندخل إلى محرم بعافية وخير، ونحيي أمر محمد وآل محمد بإذنه تعالى. شكرا لكل من شارك، خلينا نخرج إلى هذا الفاصل ومن بعده نجري القرعة بإذنه تعالى، ابقوا معنا. حياكم الله وبياكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، متابعي برنامج واحد من ثلاثة. نتمنى أن تكون هذه الحلقة مثمرة نوعا ما، ويعني مشاركاتكم نثمنها كثيرا، اتصالاتكم نثمنها كثيرا. عندنا صار 7 إجابات صحيحة من أصل 9 اتصالات ومشاركات، اللي ما جاوب صح حظ أوفر إلى في مشاركة قادمة، و مبارك لكل المشاركين معنا. كما تعودنا في كل حلقة نجري القرعة، وجميل جدا أن نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا اختارينا، وخلينا نعرف اسم الفائز في حلقة هذا اليوم. من ويانا زميلنا بين محمد خلف عواد من الناصرية. أنا ما قرأت الاسم لكن زملائي بالاستوديو أنطونيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد خلف عواد من الناصرية، مبارك لك فوزك في حلقة هذا اليوم من برنامج واحد من ثلاثة. نطلب من حضرتك إن شاء الله ترزق زيارة الحبيب الإمام الحسين في الأيام المقبلة. تشرفنا إلى مقر قناة الإمام الحسين الفضائية، شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام، خلف مرقد أبو الفهد الحلي. تشرفنا مستصحب معك هوية الأحوال المدنية، وتستلم جائزتك عن برنامج واحد من ثلاثة. الشكر كل الشكر لكل المتابعين، لكل المشاركين لبرنامجنا. تحيات زملائي كاد البرنامج كلهم ودعواتهم الخالصة لكم أينما كنتم وحللتم. ادعونا بالتوفيق والتزديد، كن معكم في رحاب برنامج واحد من ثلاثة إذا شاء الله بعد محرم وصفر. الله يتقبل أعمالكم، يزيد توفيقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما الله.